كل الفترة اللي أنت تشتغل بها كمنشد وكفنان، إذا قلتك تستقطع من عندها حقبة معينة، أي حقبة تستقطع؟ طبعاً يعني السنين اللي فاتت كلها استقطعها أنا، ما أريدها. كل اللي فات؟ كل يعني كل اللي متعلق بالإنشاد هذا كله أتمنى إنه ينحذف يعني، لأنه يعني بصراحة إحنا يمكن حكينا بهذا الموضوع، الموضوع إنه لازم نسبة وتناسب تكون، يعني لازم الشخص في المكان الصح بالمكان اللي يحبه. يعني خطأ ما إذا أحن مرات أكو أشياء مسويها بها لمسات فنية حلوة يعني ما تنترك، وبها يعني ارتباطات يعني ذكرني بأشياء، ذكرني بأيام.